يا هلا فيكم في ترند. إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الشباب البحريني، فقد قام مهندسين بحلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الأجهزة الطبية وأطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي بتصميم أول جهاز تنفس صناعي ضمن جهود التصدي من انتشار فيروس كورونا. وتمت هذه المهمة ضمن مجالات التطوع للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيزاً للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. تغريدة توعوية نشرها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر، مضمونها عزيزي المواطن والمقيم، في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار كورونا يرجى الخروج من المنزل عند الضرورة فقط، مثل الذهاب للعمل أو شراء الأدوية أو الاحتياجات المعيشية الضرورية، والأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة أن تكون بشكل فردي أو ثنائي، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد، مع عدم اصطحاب الأطفال، مع تمنياتنا بالسلام للجميع. بدأت دبي استخدام كبسولة عزل متنقلة مخصصة لنقل الحالة الشديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى المستشفيات عبر مركبات الإسعاف. الكبسولة عبارة عن سرير متنقل محكم الغلق بما يمنع انتقال الفيروس من المصاب إلى المسعفين أثناء نقله داخل مركبة الإسعاف إلى المستشفى، ومزودة بجهاز تهوية وتنفس للمريض، إضافة إلى جهاز يسمح للأطباء أو المسعفين التواصل مع المريض من خلالها. تمكن الشاب البريطاني المصاب بمتلازمة داون بين ماكافرتي من هزم كل التوقعات والانتصار على فيروس كورونا المستجد، وكان قد منح الأطباء ماكافرتي مهلة يوم واحد عشان يلتقي بأمه في لقاء كان يفترض أن يكون الأخير قبل أن يغادر عالمنا. وثقت الكاميرات كيف كان ماكافرتي يسير بخطوات ثابتة في أحد ممرات المستشفى حتى يعانق والدته بعد تعافيه من فيروس كورونا، في مشهد عاطفي أثار الحاضرين اللي صفقوا له بحرارة. انتابع. انستغرام قررت العمل على ميزة الحسابات التذكارية، وهي عملية تحويل حساب المستخدم المتوفى إلى تذكار ليحتفظ بكل ما نشر فيه وبدون حذفه، مع إضافة عبارة remembering تحت صورته الشخصية، وذلك بعد تزويد انستغرام بأدلة تثبت ذلك، مثل صورة عن بيان الوفاة أو أخبار منشورة في المواقع وغيرها. وبإمكانكم أيضاً طلب حذف الحساب بكافة محتوياته من منشورات، أو ستحوله انستغرام إلى حساب تذكاري لتخليد ذكرى. بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر، مع السلامة.